شاء الله تبارك الله، ده مسجد قباء من الداخل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى ركعتين في قباء فإنها تعادل أجر عمرة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا مسجد قباء من الداخل. صلى ركعتين في المسجد هذا تعادل أجر عمرة. ما شاء الله كبير، مسجد كبير ما شاء الله. ما شاء الله.